السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم خليل ومن زمان عنكم. كيف الحال؟ الجيم هذا ما أدري وش سالفته، لقيته بالهارد ديسك عندي. إذا ما كنت غلطان دومينيشن الجيم لي أتوقع. المهم أبغى أتكلم عن مجموعة نقاط، زي دايما يصير في تحديث في الفترة حق القناة. عندي مشكلة مع الاتصالات السعودية إلى الحين ما انتهت، وما أدري هل راح تنتهي ولا لا. يعني أنا حاط المهلة إلى بكرة، احتمال كبير اني الغي الخط. حاليا خط التلفون قاعد ينفعني في اللي هو نفسه كبلاك اوبس، قاعد امسك هوست على طول، لكن كاستخدام انترنت صاير ضعيف عندي ومتوهق فيه. فبكره ببين هل بخلي الخط ولا بحذفه بلغيه. يعني النقطه الثانيه ونقطه مهمه جدا اللي هي ابغى اتكلم عن المسابقه. انا اسف اني تاخرت في تذكيركم، لكن المفروض اني اذكركم من يومين او 3 ايام قبل. بكرة آخر موعد في مسابقة اللي هو up to date KSA، وبحط لكم رابط المسابقة. أنا حطيتها من قبل، راح أحطها مرة ثانية. يعني أتمنى أنكم تشاركون فيها. يعني هي فرصة جميلة، تشاركوا فيها إن شاء الله تفوزون. يعني أي واحد يفوز، هي فيها الظهر 54 أو 56 جائزة، فشيء مو بسهل، عدد كبير. وشاركوا، المشاركة مجانية. هي فيها 4 أقسام أذكر فيها، اللي هي الإكس بوكس والبلاي ستيشن والبلاك بيري الأخيرة اللي هي نوكيا، وأجوبتها سهلة كلها. يعني ادخل على جوجل واكتب البحث، أنا ما ودي أحط إجابات، الموضوع ما يصير غش. عشان ادخل جوجل اكتب السؤال بتلاقي إجابته على طول. الإكس بوكس سؤال عن الكنكت، والبلاي ستيشن فيه 3 أسئلة عن لعبتين، كل زون وما أذكر وش، وجي تي الظاهر، جراند توريزمو، وفي سؤال عن عالم سوني، في سؤال حق البلاك بيري، 3 أسئلة على البلاك بيري، وفي في النوكيا، والله 3 أسئلة على النوكيا اللي هي إن ما أدري كم. المهم أبغى أتكلم يعني عن القناة إن شاء الله الخطوة القادمة. أنا قلت بحاول ألتزم بجدول، لكن إلى الحين صعب إني ألتزم بالجدول. إني ألتزم بجدول في الوقت الحالي صعبة. ودي أنزل بيومين في الأسبوع، ما أتوقع، بس يعني اليوم واحد في الأسبوع هذا إن شاء الله 100% راح يكون موجود. يوم واحد في الأسبوع راح أنزل. عندي سالفة اللي هي اللايف كومنتري أنا عجبني وشفت فيه له تقبل حلو، فراح أنزل من اللايف كومنتري. بنزل صوتنا، احنا نتواصل عن طريق الجيم، بس من زمان ما لعبنا كمجموعة مع بعض، قاعدين نتناقش الموضوع. إن شاء الله راح نلعب. احنا اليوم أول يوم لعبت فيه كفريق، من زمان ما لعبنا كفريق، يعني فريند ليست، وتجمعنا ولعبنا والحمد لله. كانت يعني في 3 أو 4 جيمات حلوة، في منظور اللي هو أبو عزيز كان ممتاز يعني. ففي الفيديو موجود، لكن يبقى موضوع الصوت. والمشكلة الأكبر اللي تواجهني اللي هي إني لما أجي أرفع ملفات، رفع الملفات على الإنترنت ياخذ مني وقت طويل، السرعة اللي عندي ما قاعد تساعدني، فأضطر إني ما أقدر أرفع إلا في الليل، آخر الليل. وكل يوم فيديو، ساعات يستهبل علي المودم ويطفي او يقطع الانترنت او يصير شيء. صارت معي اكثر من مره، فقاعد انا اخليه يسوي ابلود واروح ارقد، اقوم من النوم الاقيه يقول لي دو ان نون ايرور. الزبده انه في النهايه يطلع ان المشكله موجوده في ان الانترنت فصل، او الاتصال فصل، او المودم استهبل علي وقطع، شيء زي كذا صار. نقاط ثانيه اتكلم عنها، اذكر ان إذا في أحد حاب يرفع أي شيء في القناة عندي يرسل لي رسالة، وأنا أتواصل وياه بالطريقة اللي هي شلون نرفع الفيديو. المجال مفتوح لأي واحد، لكن يعني نبغى شيء متميز. عندك فيديو سكور حلو مع تعليق ممتاز، ما عندك تعليق ممكن أنا أخذها، بس ما أوعدك إني راح أنزلها بعلق على، يعني بعلق على الجيم. احتمال أخليه زي كذا حق تحديثات للقناة، لما اجي اتكلم اللي هو تحديث القناه بتشوف عنوان الموضوع بيكون وش الهرجه. وش الهرجه يعني تحديث القناه، اخبار وش صار معي وش صار مع القناه. اهم شيء في الفتره هذه اللي هو منعنش، ما قصر هالانسان. يعني مهما اشكره يعني ما بعطيه حقه صراحه. ما اعرف انا منعنش، ما اعرفه معرفه شخصيه ابدا، وحتى عن طريق اليوتيوب، لاني انا تقريبا منعزل عن المجموعه كلها، وهذا تقصير مني انا. مالي معرفه مع المجموعه الموجوده. انا دخلت المجال متاخر، وانا كان على بالي ما في احد عرب، لكن الحمد لله طلع العرب مليان، وفي ناس واجد يتكلمون.
ويسوون كومنتريات كومنتريات حلوة، ما عندنا تكلم عن القناة بس، وجاء منه إلى الحين فوق 50 واحد من منعنش الحالة بس عشان تكلم عن القناة. فأقول له ألف شكر، يعطيك العافية، ما قصرت. كل اللي جاء عن طريق منعنش جزاكم الله خير ويعطيكم العافية. احنا نحاول قد ما نقدر، كلنا هدفنا واحد، نرتقي اللي هو المجتمع العربي، او مجتمع مو بالسعودي، العربي، كلنا كعرب، المجتمع العربي في كول أوف ديوتي، نحاول نسوي مجتمع. احنا الى الحين احنا موجودين والمجتمع يعتبر بسيط، لكن ان شاء الله راح نوصل الى مرحلة ان نكون ننافس فيها. يعني في عرب كثير ما يعرفوا اللغة الانجليزية، ف وسيلتهم للتواصل مع اللعبة اللي هي يحتاجون احد باللغة العربي، اللغة الانجليزية مو بكل يعرفها. فاحنا انا تابع باللغة الانجليزية، لكن في كثير ما يقدروا يتابعون. فهدفنا ان نخلي نفس المجتمع الموجود في باللغة الانجليزية، نسوي لنا مجتمع كبير ضخم باللغة العربية، مفتوح للجميع. يعني الحمد لله، يعني الى الحين في مجتمع، ونطمح انه يكون اكبر من كذا. ما ادري اذا باقي شيء الحين، ما في شيء في بالي في الوقت الحالي، لكن ان شاء الله في قناة راح اطلع فيها في اليوتيوب، بتكلم فيها عن الفيديو جيمز. سجلت حلقة واحدة معاهم اللي هم قناة انجازي، وانا عضو في هذه القناة. يعني راح احط رابط قناة انجازي، بيكون تحت عندنا اللي هو رابط المسابقة، بيكون رابط حق قناة منعنش، وبيكون في رابط اللي هو لقناة انجازي. قناة انجازي باختصار هي قناة لخدمة المجتمع، توصيل آراء وأفكار الجميع. يعني لو تلاحظون الفترة الأخيرة في ناس واجد كانوا يطلعون ويسجلون فيديو يتكلمون عن موضوع معين، يصير فيها مجهود. فقناة إنجازي الفكرة أنها تشيل المجهود اللي عليك، بحيث أنك تركز على المادة اللي عندك. وتجي إحنا مجهزين تقريبا يعني استوديو كامل تقريبا، في حاليا متواجدين في مقهى أوتوكاشي في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية السعودية. يعني نسجل، إذا كان عندك مادة ممتازة تسجل عن طريق الموقع، تيجي عندنا تسجل. أنا سجلت معاهم حلقة واحدة تكلمنا فيها عن أنا لازم أخلص بسرعة لأن ما بقى شيء على الفيديو. تكلمنا فيها عن التصنيف العمري للألعاب. إن شاء الله يعني أتوقع أنها راح تنزل خلال أسبوعين، إلى الحين ما شفتها أنا الفيديو اللي سجلناه. على العموم ما عندي وقت، أنا إبراهيم خليل، نشوفكم على خير.